السادة بابكار سيني من السنغال على الكرة، يساعده كل من بكري صار وجبريل مباي. الحكم الرابع هو من المغرب السيد العباسي في الوقت اللي هناك، طبعا ممثل للكونفدرالية محافظ المقابلة السيد سيلفستر مبانغو من الكونغو. تشكيلة الفريقين في الوقت اللي رايحة تنطلق المقابلة بعد لحظات وجو رياضي كبير جدا حقيقة، جو الاحتفالات الرياضية الكبرى، احتفالات الرياضية الإفريقية طبعا، جو المهرجانات الرياضية الإفريقية في هذا النهائي من كأس إفريقيا للأندية وهران على الصورة بقيادة أحمد اللومي بقيادة التشكيلة الأدوية. أركان كراسي بارودي في حراسة المرمى، مدريد كوتي الطيب، ثلاثة البحر الخير معاون محمد، خمسة قلب الدفاع بن حليمة علي، اللاعب الدولي هو فوسي الطيب المدافعين، شريف الوزن الطارق لاعب وسط الميدان، كذلك لاعب دولي سبعة مشري بسيط من يصطاح بن يعقوب سعد اليوسف بالخيل عشرة باللومي الأخضر قائد الفريق، قائد الفريق هو اللاعب الدولي رقم 11 مزيان مراد. في الاحتياط على رقم 13 عريف، 13 العربي، 14 بورتنا، 15 في الهدف، 16 في الاتجاه الحارس الثاني، المدرب بتاع الفريق وتنطلق المقابلة وهي طريق اللقاء. لقاء هذا الذهاب من كأس إفريقيا للأندية البطلة والكرة عند تركان كراسي بارودي حارس المرمى. مدرب فريق مودية وهران السيد معطلة عبد القادر، والمدير الفني للفريق السيد عمار رواي. رايح نقدم الآن تشكيلة الرجاء البيضاوي اللي يلعب من اليسار إلى اليمين، والكرة عند بلومي مع مشري، وتخرج تماس لصالح الفريق الجزائري مولودية وهران في هذه الدقيقة الأولى من انطلاقة هذه المقابلة الحامية الوطيس، المقابلة الهامة طبعا، مقابلة نهاية كأس إفريقيا للأندية البطلة ذهابا في اتجاه بلومي من عند سباح، والكرة تماس الشيء اللي يبين حذر ويقضى بالنسبة للفريقين. وفي البداية مع رجاء البيضاوي نظرا لهذه الحملة ومليحة وبصعوبة الدفاع كما لاحظنا يبعدها ركنية خوفا من بلومي وزملائه في الهجوم بعد هذه اللقطة من فوسي الطيب المدافع الأيمن. شاف فوسي الطيب 22 سنة اللاعب الدولي المدافع الأيمن لمولودية وهران الذي يستفيد من ركنية من تنفيذ سباح مرفوعة، وهدف كاد يكون الهدف حقيقة، اللقطة خطيرة ضيعها مزيان مراد أمام الحارس أيد صالح سعيد. حقيقة اللقطة الأولى خطيرة وفرصة أتيحت لمولودية وهران، كاد يكون الهدف الأول مباغتة لفريق الرجاء البيضاوي الذي صمد في الدفاع بفضل حارسه أيد صالح سعيد. والفريق بتاع الرجاء البيضاوي دخل بالتشكيلة الآتية، بلومي في اتجاه سباح، لاحظ الميدان ثقيل نظرا للأمطار الغزيرة التي تهطلت هنا على مدينة الضال البيضاء، ومخالفة بعد تدخل قوي من المدافع خالد مسلك أمام مشري بشير، مخالفة خطأ ارتكب من المدافع الأيسر للرجاء البيضاوي والخطأ لصالح مولودية وهران. تشكيلة فريق الرجاء البيضاوي كالآتي، أيد صالح سعيد في حراسة المرمى، رقم 2 زراف عبد الغني، 3 مسلك خالد، رقم 15 سويب مصطفى في الوقت اللي يعاني طبعا مشري من هذه الإصابة من هذا التدخل القوي على من طرف المدافع الأيسر، ومشري رايح يرجع ربما فعلا ولو أنه متأثر على حسب ما يبدو. قلت إذن رقم 15 مساعد قلب الدفاع سويب مصطفى، قلب الدفاع موحد حسن، 4 مديح محمد في وسط الميدان، ثم فوزي القدمي رقم 10 6 سعيد صديقي قائد الفريق. تنفذ المخالفة مشري بشير أمام قلب الدفاع، قلب الدفاع موحد حسن، والركنية الثانية لصالح فريق مولودية وهران. إذن الشيء اللي يبين الضغط وربما الطريقة المنتهجة المختارة من طرف طاقم التدريب بالنسبة لفريق مولودية وهران، والكرة جانبية تمر على يمين الحارس أيد صالح سعيد. إذن كما نشاهد ونلاحظ مبادرات هجومية من بنحلي مع الصورة وزملائه بالنسبة لمولودية وهران ممثل الجزائر في هذه المنافسات. ونبقى مع تشكيلة فريق الرجاء البيضاوي، رقم 8 خالد مصطفى، والثنائي الخطير في الهجوم ساليف نداي اللاعب السنغالي رقم 9، ورقم 7 حمراوي عبد الرحيم اللي يعتبر من أشهر اللاعبين تاع فريق الرجاء البيضاوي. في الاحتياط عندنا ممدون تبقى لصالح مولودية وهران، اللقطة هذه والحارس أمام مشري حقيقة يعاني دفاع الرجاء البيضاوي في اللحظات الأولى هذه أمام تحركات فريق مولودية وهران في الهجوم بفضل مشري سباح بلومي
مزيان وبقيه زملائهم من وسط الميدان معول عليه طبعا في مقابله الاستراتيجيه والجانب التكتيكي عنده دور كبير يلعبه. مليحه لباح ما توصلش باللومي ترجع لصالح فريق الرجاء البيضاوي يرجع للدفاع مع مصطفى باللومي ترجع لمصطفى ثم ترجع للوراء الى موحد حسن الاتجاه الجهه اليمنى والموجود عبد الرحيم وكره تماس لصالح الرجاء البيضاوي اللي عنده في التشكيله تاعو بالنسبه للاحتياط من دون حسن رقم 12 13 البوشري عبد الجليل رقم 11 برطال توفيق رقم 14 ولد مو بوعزه اللي يعتبر كذلك مهاجم خطير وموجود في الاحتياط ويعتبر هداف فريق الرجاء البيضاوي خاصه في المنافسات الافريقيه. غلطه من تباح والدفاع يبعد الكره ثم هو الناس قوة لكن ارضيه الميدان ما تساعدش هذا مزيان حاول باش يمر بمراوغات سلسله من المراوغات وتدخلات قويه اللياقه البدنيه طبعا تلعب دور كبير في مثل هذه اللقاءات الهامه نظرا للتحضير البدني اللي لازم يكون في المستوى يكون جيد. على كذلك رقم 16 رشيد جبري وغياب كل من فتحي جمال والتيجاني بالنسبه لرجاء البيضاوي كريم ماروك وعمر بالعتوي بالنسبه لمولوديه واران. يدرب فريق الرجاء البيضاوي كما هو معلوم الاخ رابح سعدان مواطن جزائري كما نعرفه المدرب السابق للمنتخب الوطني. تدخل من بن حليمه اتجاه بلومي لكن ما يوصلش على الكره اتجاه ساليس ثم شريف الوزني يبعدها وسط الميدان طبعا يلعب دور كبير بالنسبه للفريقين. تدخل لباح وابعاد الكره تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي شاهدنا رقم 7 عبد الرحيم مع المدافع الايمن الزراف عبد الغني ينف التماس سويب مصطفى مرفوعه تدخل لباح من جديد وتماس من جديد كذلك للمره الثانيه بينما شاهد الجانب نتاع الرجاء البيضاوي اللاعبين الاحتياطيين والمدربين والمسيرين على الهامش بالنسبه لهذه المقابله النتيجه متعادله صفر لمثل ما بين الرجاء البيضاوي اللي موجود في الهجوم وممثل الجزائر فريق بلديه وهران ليتحرك من اليمين اليسار بعد مرور حوالي 7 دقائق الان نتيجه متعادله بيضاء صفر لمثل وكنا لاحظنا في البدايه المحاوله نتاع مفاجاه الخصم بالنسبه لفريق بلديه وهران وكره مازال ما خرجتش فعلا وتبقى للحارس بركان الحارس الجزائري بركان لكن ظن ان الحكم اشار الى خروج الكره اذا ركنيه لصالح فريق الرجاء البيضاوي ببدله خضراء والبيضاء مع رقم 10 اللي هو فوزي قدميري في تنفيذ الركنيه ثنائيا مع زميله مديح تبقى في اخذ ورد امام دفاع وفي منطقة بلدية وهران ابعاد الكرة في اتجاه الهجوم من المنطقة اخراج الكرة من المنطقة وانتشار اللاعبين صعبة اللقطة هذه لان الكرة طويلة في اتجاه الجناح الايسر والموجود كل من ساليس وكذلك المدافع الايسر خالد مسلك متقدم لكن ترجع لفريق بلدية وهران محاولة المراوغة من بلومي لكن تدخل قوي عليه خطأ نعم بقوة على بلومي قد تدخل قوي حقيقة وهذا أقل ما يمكن أن يقال والحكم طبعا يعاتب ويحتج يعاتب اللاعب بعد تدخل نتاعو على بلومي ليعاني حقيقة شاهدنا اللقطة أيضا بدون تعليق والخطأ والمخالفة لصالح مولودية وهران يعلن الحكم السنغالي السيد بابا كارسيني في هذه الدقيقة التاسعة الأمطار قلت هطلت بغزارة منذ ليلة الأمس على هذا الملعب ملعب محمد الخامس وعلى مدينة الدار البيضاء بصفة عامة الشيء اللي طبعا يصعب من مهمة اللاعبين فوق هذه الأرضية الزلجة والثقيلة جدا أرضية المعشوشبة طبيعيا وباللومي مازال يعاني من هذه الإصابة وأمام عبد الرحيم كل روح رياضية جاب شي يطلب منه التسامح لكن باللومي متاثر كثير ونظن ما قدرش باش يوقف وبعد احتجاج من سباح الحكم السنغالي السيد باباكار سيني قدم له بطاقه صفراء
في الوقت اللي ننتظر علاج وإسعاف بلومي ليبقى وقع على أرضية الميدان في هذا الوقت للمقابلة متوقفة بطبيعة الحال بعد تدخل قوي وقوي جدا من أحد المدافعين. ونشاهد اللقطة المعادة رايح بلومي يراوغ أول وهلة ثم فعلا يراوغ رقم 8 مديح أو خالد مصطفى وتدخل من موحد حسن بقوة. شوف راح للرجل نعم راح للركبة تاع بلومي وبلومي نعرفوه مصاب أرضية. ترجع الشريف الوزاني في اتجاه بزيان شريف الوزاني ومزيان لا شريف الوزاني فعلا لكن ترجع لفريق الرجاء في هذه المحاولة لهجوم وعكس. لكن قلت أن الأرضية حقيقة صعب المهمة تاع اللاعبين وحذري من الأخطاء. الباح من عنده الناس والكرة تخرج تماس تماس لصالح الرجاء البيضاوي على المدافع الأيمن زراف عبد الغاني رقم 2 لموحد حسن قلب الدفاع رقم 5 وطبعا صعبة كما قلت المراقبة على الكرة ثم إبعادها بقوة حذري من الأخطاء وصعبة وخطأ من اللباح حقيقة سوء تفاهم بين اللباح وبن حليمة كان منتظر من اللباح أنه يبعد هذه الكرة وقلت صعب الأمر بالنسبة للمراقبة على الكرة لأن الأرضية ما تساعدش تماما التحركات للاعبين ولذلك فمفروض ومنتظر أن اللاعبين ما يحتفظوش بهذه الكرة. محاولة لإبعادها ثم تمريرها بدقة قدر المستطاع موحد خطأ على مشري بقى وقع لكن اللعب تواصل ثم كرة طويلة مشري على الأرض تمريرات قاصرة من مولودية وران بلومي مع فوسي فوسي بلومي سباح سباح ناقصة من عند سباح لصالح الرجاء البيضاوي مع خالد وغلطة تمريرة خاطئة من السنغالي اللاعب المحترف صالح فلاي 9 لاعب فريق الرجاء البيضاوي في الوقت اللي مشري مازال ينتظر في من يسعف أمامه قلب الدفاع حسن موحد وجانب الاحتياط ومدربي فريق مولودية وهران حقيقة قوة كبيرة في التدخلات من بعض اللاعبين. على كل حال نذكر في هذه اللحظات بكيفية تأهل الفريقين ولو ان الحكم مانيش عارف مواصلة اللعب الوقت اللي مازال مشري بشير وقع على ارضية الميدان الان فقط يدخل ممرض فريق مولودية وهران قويد الحارثي وطبيب الفريق كذلك كما يعرف السيد باباكار سيني الحكم الدولي في حديث مع بلومي باباكار في ترجي تاع مدينة ريفيسك بالسنغال وهو متزوج وله 5 أطفال الحكم الدولي السيد باباكار سيني من السنغال ويرجع مشري متأثرا لكن مع ذلك يرجع إلى مكانه في الجناح الأيمن وتسامح ما بين اللاعبين هذا الشيء المطلوب حقيقة ومتصدق من الإخوة والأشقاء والمقابلة تتواصل مع فوسي فوسي في الجهة اليمنى كمدافع أيمن متقدم في اتجاه كل من مزيان وبلومي بلومي إلى مزيان مزيان يراوغ لكن فعلا توصل الكرة ثم يقذف سباح لكن ضعيفة وسهلة بالنسبة للحارس أي صالح سعيد وحقيقة باش نعرف أن المدرب رابح سعدان محنك وعنده تجربة كبيرة حقيقة خادع الجميع وكنا ننتظر في هذه المخادعة كان صرح للصحافة أن كل من الحارس أي صالح واللاعب عبد الرحيم كلاهما لن يلعب في هذا اللقاء لكن في الواقع نشاهد وجودهما في الملعب وكذلك كان سعدان صرح انه يعرف جيدا مولودية وهران ويعرف كرة القدم تاع بلاده طبعا الجزائر ولذلك فيحضر في فريق الرجاء لمواجهة المولودية بطريقة منتهجة ومختارة من المدرب السيد رابح سعدان في الوقت اللي المقابلة متواصلة
في منطقة الرجاء كما نشاهد مع كل من مصطفى وحسن موحد قلب الدفاع في اتجاه زراف عبد الغني. مدافع ايمن يبحث على عبد الرحيم او مديح وتماس بعد تدخل المدافع لباح رزقي. بلومي على الصورة مع عشرة قائد الفريق يحاول توجيه زملاء ورفقاه في مولودية وهران لنأمل انها تحصل على نتيجة ايجابية قبل مقابلة العودة ان شاء الله بوهران ما بين الفريقين. هذا مزيان مزيان بلومي بلومي ثم بن يوسف بن يوسف سريعة كرة طويلة في اتجاه مشري وتدخل موحد قوة زراف عبد الغني المدافع الايمن. كرات طويلة بالنسبة للرجاء عكس مدة وران اللي تتحرك بكرات قصيرة وتحاول تبني العمليات بهدوء نوعا ما انطلاقا من المنطقة نتاع الدفاع وقطفة ارضية صحيح القطفة قوية من سعيد صديقي قائد فريق الرجاء البيضاوي واللي يعتبر المحرك نتاع الفريق، لكن بركان كان بالمرصاد وكان ينتظر في هذه القطفة كانت الوضعية المناسبة كما لاحظنا. مقابلة حقيقة حامية رغم برودة الطقس رغم الأمطار القليلة الآن اللي تنزل على أرضية الميدان وعلى مدينة البيضاء والسماء ملبدة بالغيوم. كرة عالية اتجاه مشري تدخل مدافع الأيسر خالد تخوف من مشري أمام قلب الدفاع موحد نظرا لتدخلات قوية هذا الأخير اللي يرجع كرته إلى الحارس أيد صالح سعيد الحارس الاول في الفريق بعد مغادرة الدريد نصر الدين لتشكيلة الرجاء البيضاوي وكان الحارس الاحتياطي لما كان دريد في فريق الرجاء البيضاوي السنة المنصرمة. شريف الوزاني وتماس لصالح الرجاء مع المدافع الايمن زراف. زراف موحد تقريبا كل الكرات في المنطقة نتاع الرجاء تمر من موحد زراف من جديد اتجاه زملاء لكن ضيع لفاح. بلومي مليحة بالعقد الى بن يوسف بن يوسف جميلة الكرة هذه حقا بلومي مزيان لفاح بن يوسف بن يوسف عند الكرة دائما بن يوسف في اتجاه مزيان مزيان حقيقة عرفوه خطير حاول بسيرة ولكن تدخل قوي من سوي مصطفى مساعد قلب الدفاع وابعاد الكرة امام مزيان قوة ثم تبقى لصالح الرجاء مع مديح وعبد الرحيم عبد الرحيم يراوغ وتدخل شريف الوزاني الطاهر اللي نعرفوه يلعب دور كبير في وسط ميدان بلدية وهران كلاعب دفاعي رقم 6 يغطي حقيقة مساحة كبيرة في الميدان لاعب الدولي شريف الوزاني. وبلومي مليحة من بلومي مزيان مزيان ذكية إلى بلومي بلومي في اتجاه شريف في اتجاه مشري تدخل المدافع لكن بلومي كذلك يضيع الكرة امام مسلك خالد اذا سالي فان دايك والكرة خرجت كرة خاطئة من سالي فان دايك لاعب سنغالي في صفوف الرجاء وتماس لصالح فوسي ومولودية وهران دائما تعادل ما بين الفريقين من دون اهداف. فوسي من جديد تخرج كرة تماس مرة اخرى صالح الرجاء البيضاوي في منطقة الفريق المغربي بعد مرور حوالي 13 دقيقة لعب حتى 14 دقيقة لكن طبعا مع احتساب الوقت الضايع 13 دقيقة في المجموع احتسبنا دقيقتين لتوقف هذا اللقاء المهم صفر لمثل ما بين الفريقين وكرة طويلة من فريق الرجاء فوسي لكن تدخل قوي امام فوسي ثم صالح لكن ما يضيعها لصالح فريق مولودية وهران. شريف الوزاني جميله اتجاه بن يوسف بن يوسف مليحه بلومي بن يوسف بن يوسف فوسي تبادل كروي تمريرات قصيره ما بين عناصر مولودية وهران سباح بن يعقوب سباح دائما عنده الكره سباح يتقدم يحول كرته الى شريف الوزاني في الوسط شريف الوزاني سباح سباح يبحث على الرفيق الموجود في الوضعيه المناسبه بن يوسف بلومي بلومي قف والحارس والعمود والعمود حقيقة ذكية من بلومي كاد يكون هدف لصالح مولودية وهران لولا ان العمود الايسر انقذ مرمى اي صالح العمود الايسر والاعادة نشوف بلومي اللي يظهر في لياقته اليوم قدام الكرة ارضية وكادت تخادع الحارس اي صالح رغم الارتماء نتاعو واصطدمت الكرة بالعمود الايسر
لمرمى حارس الرجاء البيضاوي اللاعب عايد صالح سعيد. اذا التعادل دائما ابيض صفر لمثلي ما بين الفريقين. الرجاء البيضاوي اللي عنده الكره وممثل الجزائر في هذه المنافسات فريق مولودية وهران. الكره طويله خرجت فعلا خرجت بعد تدخل زراف عبد الغني مدافع الايمن للرجاء. اذا الكره لصالح مولودية وهران من اليمين الى اليسار ببدلة حمراء. امطار ما زالت تتهطل واذكر بان هناك حوالي 2000 حتى 3000 من انصار فريق مولودية وهران اللي سافروا الى الدار البيضاء ونشاهدوهم على الصوره لمؤازره وتشجيع ومسانده فريقهم تمثيلا للجزائر في هذه المنافسات هنا بالمغرب امام الرجاء البيضاوي اللي عنده طبعا اعداد غفيره وغفيره جدا من المشجعين. اللقطه هذه صعبه اللقطه هذه من رقم 8 خالد مصطفى خالد بينما اللاعبين المعول عليهم بالنسبه لمولودية وهران عندنا مزيان مشري وفلومي وسباح وبالنسبه للرجاء طبعا عندنا صالح فنداي حمراوي عبد الرحيم مديح وسعيد صديقي وهذا طبعا الى جانب بقيه زملائهم سواء بالنسبه لمولودية وهران او فريق الرجاء البيضاوي. والجانب التكتيكي عنده دوره في هذا اللقاء. فوزي قدميري رقم 10 حاول يراوغ تدخل فوزي بقوة وبشجاعة كبيرة. إرادة حقيقة لمسناها لدى عناصر الفريق الجزائري مولودية وهران إرادة وعزم لمواصلة المجهودات والوصول إلى هذا المبتغى وهو كأس إفريقيا للأندية البطلة. مجهودات كبيرة بذلوها اللاعبين تاع مولودية وهران خلال هذه الحملة الإفريقية منذ بدايتها ونفس الشيء نقدر نقوله على زملائه من الرجاء البيضاوي بحيث ماهوش من السهل ومليحه من مشري راهو مشري تاع اللاعبين وزيد يتقدم مشري جبينه من عند مشري سباح في اتجاه بلومي شريف الوزني لباح متقدم في منطقه الرجاء ووضعيه التسلل فعلا من مشري بشير. اذا محاوله هجوميه وحمله معاكسه من مشري بشير وزملائه كانت انطلاقه فرديه وانفراد من مشري بشير في الجناح الايمن وكادت خادع فريق رجاء البيضاوي لكن هذا الاخير بكل ذكاء طبق الدفاع بالخط ديفونسورين وبذلك وجد مشري نفسه في وضعيه التسلل او كما يقول اصدقائنا المغاربه الشروط. اذا تسلل لصالح الرجاء والحارس الان تاع مولودية وهران بركان الى الجهه اليمنى والموجود كل من فوسي وسباح سباح فوسي اتجاه بلومي ذكيه بلومي وحده في الجهه اليمنى مرفوعه وكاد الهدف حقيقه خروج ايد صالح خروج قوي من الحارس تاع الرجاء ايد صالح. اذا الحملات خطيره وخطيره جدا من مولودية وهران لمؤديه دورها كما ينبغي سواء في الدفاع او في وسط الميدان بفضل الرباعي شريف الوزني سباح بلومي وبريوسف وفي الهجوم كل من مراد مزيان ومشري بشير وخط الدفاع كذلك اللي مؤدي دوره لحد الان في الوقت لايد صالح. ايد صالح سعيد وبكل روح رياضيه تشوف بلومي يرمي الكره الى الخارج حتى يتم اسعاف الحارس بتاع فريق الرجاء البيضاوي سعيد ايد صالح في الوقت اللي موجود في الاحتياط ممدون حسن وهو الحارس الثاني للفريق اللي نذكر يدربه مواطننا السيد رابح سعدان مدرب السابق للفريق الوطني. وإعادة اللقطة تمريرة من بلومي اتجاه مزيان ومشري ويخرج الحارس يخرج لإبعاد الكرة وبكل قوة وشجاعة في نفس الوقت ويبقى متأثر شيئا ما لكن الآن شاهد يرجع الحارس أي صالح سعيد حارس مرمى الرجاء البيضاوي إلى مكانه لحراسة مرمى الرجاء البيضاوي وإرشادات من طبيب الفريق كذلك الممرض ثم يبقى ومواصل للعب في فريق الرجاء البيضاوي في الوقت لتشجيعات انصار فريق مولودية وهران متواصله رغم الظروف تاع الطقس نظرا لتعاطي الامطار ولو انها خفيفه في اغلب الاحيان الان تتوقف تارة وتتهطل تارة اخرى والحكم سيد بابا كارسيني سعيد صديقي وتدخل لكن الحكم سيد بابا كارسيني
من بكر يساعد كل من بكر طار وجبرين باي يطلب إعادة هذه الكرة الموزعة ما بين اثنين من طرف الحكم حسب القوانين الكروية والمسطرة متاع كرة القدم في مثل هذه الحالات. والحالة هذه الكرة تصبح الآن عند الرجاء مع موحد ثم زراف. زراف يوقف كرته إلى موحد حسن قلب الدفاع، لاحظ الدور اللي يقوم به في فريقه. ثم مديح، مديح عنده الكرة في اتجاه عبد الرحيم والباح باليسرى إلى بركان كراسي بارودي حارس مرمى مولودية وهران. لقاء صعب بطبيعة الحال بالنسبة للفريقين. نذكر أن الرجاء كان تأهل على حساب جان دارك السنغال للسنغال بـ2 مقابل 0 في الذهاب لصالح الرجاء في الدور الربع نهائي، بينما الكرة لصالح الرجاء. تدخل قوي من المولودية الدفاع ثم وصل الميدان سباح بلومي، بلومي في اتجاه بنيوس، بنيوس في اتجاه مشري ما توصلش الكرة ومليحة من فوسي. حكم يقول هناك خطأ لمس باليد لكن حذاري من السرعة، وكرة خارجة بعيدة وبعيدة كل البعد على إطار مرمى الحارس بركر كراساي. تدخل وقطفة تمريرة سونتر سير من اللاعب خالد. إذا قلت فريق الرجاء أهل كذلك على حساب فريق جاك من الجابو، تعادل هدف مقابل هدف وصفر مقابل صفر، يعني الهدف اللي سجله فريق الرجاء من خارج ميدانه طبعا يحسب له. ومزيان، مزيان عنده الكرة يراوغ مزيان، لكن الحكم كان فعلا أشار إلى خطأ، أشار الحكم إلى خطأ، وهذا ربح سعدان على الصورة. محتار في المال للأمر خاصة بالنسبة لي طريقة الرأي العب بها مودية وراي، حقيقة طريقة نقدر نقول محكمة لحد الآن، بحيث أن أغلب الفرص كانت من نصيب فريق مودية وراي، ولو أنه يلعب خارج مرمى إذا معتمدا كل الاعتماد على الهجوم وعلى وسط الميدان لنعرفوه قوي وعنده لاعبين ممتازين أمثال سباح وبلومي على السرعة أو شريف الوزاني وبن يوسف في غياب كريم ماروكس، والاعتماد على سرعة وفنيات ومؤهلات مراد مزيان ومشري. بلومي اتجاه مشري ما وصلش الكره، ناقصه شيئا ما، لكن نعرف الدور الكبير كذلك اللي يلعبه بلومي. والمقابله متواصله و 90 دقيقه كامله هي اللي تكون فاصله قبل المقابله نتاع العوده بوهران ان شاء الله. 27 دقيقه لعب، موحد حسن قلب دفاع الرجاء الى مديح، مديح يرجع لحسن، حسن في اتجاه الجهة اليسرى فعلا يوصل على الكرة، خالد يرجع لقائد الدفاع حسن موحد. ونلاحظ مرة أخرى الدور اللي لعبه قلب دفاع فريق الرجاء، مليحة من سباح، مراد مزيان، مزيان في اتجاه سباح، لا لا يا سباح لابد أن الكرة تمشي أحسن، لكن معليش تبقى لصالح فوسي، فوسي مشري. حكم يترك اللعب لصالح الرجاء، تدخل والناس مليحة من والناس إلى فوسي، فوسي سباح، سباح فوسي، فوسي السريع إلى فوسي، وتدخل المدافع، تدخل المدافع مصطفى أو رقم ثلاثة فعلا، كان قريب مصطفى طويب لكن رقم ثلاثة خالد مسلك، رقم ثلاثة المدافع أيسر يقدس بالكرة إلى تماس لصالح مولودية وهران. تبقى لصالح الرجاء محاولة للقيام بهجوم عكس لكن تقص هذه الكرة بعد تدخل والناس، كان لمس باليد لكن الحكم يترك الكرة في هذا الهجوم المعاكس، هجوم جماعي لصالح فريق الرجاء. ثم شريف الوزني بلومي بكية من بلومي، يظهر أن بلومي حقيقة استرجع إمكانياته المعروفة والمعهودة، وشريف الوزني بذكاء لكن كرة نقص شيئا ما، موحد حسن يدخل، تدخل بن حليمة كذلك، تدخل بن حليمة لكن خطأ من المهاجم عبد الرحيم امام علي بن حليمة، قلب الدفاع مخالفة لصالح مولودية وهران في الدفاع. تدخلات قوية في بعض الاحيان من بعض عناصر فريق الرجاء، لكن الروح الرياضية تسود اللقاء بين الاخوة كما قلت اخوة في هذه الكأس الافريقية. لا
مزيان بالعقد لكن ما وصلتش الكرة. بني يوسف ثم يطرق على الفريق الوزاني. الفريق الوزاني يقف كورته بذكاء خادع حقيقة الدفاع ومزيان أو مشري. مشري بعت له الكرة ثم تبقى لصالح الرجاء أمام بلومي. خرجت الكرة. نعم خرجت بعد تدخل لباح لصالح الرجاء. مديح. مديح رقم 4. يجي عبد الرحيم. عبد الرحيم يرجعها. فوزي القدميري. ذكية من فوزي القدميري. نعم صالح بن باي يقذف فعلا ذكية. وكرة خرج. كرة خرج وتدخل قوي بعد هذا الاصطدام. تدخل قوي على فوسي مدافع الايمن. اذا المقابلة صعبة حقيقة وصعبة جدا بالنسبة للفريقين. ولحد الان التعادل. نتيجة بيضاء 0 لمثل ما بين الفريقين مولودية طهران لبدلة حمراء ممثل الجزائر والرجاء البيضاوي لبدلة خضراء وبيضاء ممثل المغرب. هنا في الدار البيضاء وبركان حارس مرمى المولودية عنده الكرة بعد ما تأهل فريق الرجاء في الدور ربع نهائي. وهذا ربح سعدان على الصورة مدرب فريق الرجاء البيضاوي. كان تأهل فريق الرجاء على حساب الانتر كلوب من الكونغو في المقابل صفر ذهابا وانهزم 1-0 ايابا في برازافيل. ثم اخيرا تأهل امام طوني رياوندي 2-0 في الذهاب. هنا بالدار البيضاء والتعادل 2-2 في ياوندي عاصمة الكاميرون ايابا في الدور نصف نهائي. سجل فريق الرجاء في المجموع 9 أهداف وسجلت عليه 5 بعد 8 مقابلات طبعا ذهابا وايابا لصالح المولودية مع مشري. مشري سباح لاعب وسط الميدان. سباح اتجاه مزيان عليه حراسة مشددة. حراسة مشددة على مزيان وهو الشيء اللي كان صرح به سيد رابح سعدات تخوفا من طبعا الخطورة تاع مزيان الهداف تاع فريق المولودية. عبد الرحيم غالي فنداي اتجاه بريوس من لباح. مليحة بلومي. مليحة من بلومي نقص شيئا ما. وترجع للحارس بركان. ترجع للحارس بركان من احد المدافعين كان ولد. لقطة صعبة شيئا ما. الفريق الوزاني المولودية تقترب رويدا رويدا وشيئا فشيئا من نهاية هذا الشوط الأول. مليحة بلومي اتجاه الفريق الوزاني. لا ما وصلش لسباح. ثم حقيقة بلومي يلعب بقوة وبذكاء وبشجاعة لكن هنا فوسي المفروض الحذر أكثر من الجهة اليسرى. ترجع لوسط ميدان المولودية مع سباح. يراوغ ترك له كان ذكي بلومي حقا تترك له الكرة. تبقى لصالح زراب المدافع الأيمن للرجاء مع سعيد صديقي. وتدخل بن حليمة قلب الدفاع اللاعب الدولي بفضل التجربة تاعه. تدخل بن حليمة أمام قائد فريق الرجاء سعيد صديقي. تمام توش لصالح فريق الرجاء والكرة تخرج. تمام دايما يقول الحكم المساعد السيد بكري سار. ذكرنا طاقم التحكيم من السنغال ومحافظ المقابله من الكونغو السيد سيلفستر مبونغو. وخالفه لصالح الرجاء امام الكره مصطفى خالد رقم 8 لاعب الرجاء البيضاوي في الدقيقه. ومرفوعه مرفوعه من جديد وبركان وبصعوبه صعوبة حقيقة البركان صعوبة أمام مجموعة من اللاعبين. إذا كانت لقطة ساخنة لكن بركان بالمرصاد بكل شجاعة ورؤية تاع الكرة كما ينبغي طلب من زملائه التقدم والنزول والانتصار في الملعب صوب المنطقة واتجاه مرمى الحارس أيت صالح. مطلوبة سرعة أكثر بالنسبة للمولودية لكن الكرة نقصة من السباح. ميدان قلت ثقيل ميدان تاع ملعب محمد الخامس ثقيل نظرا للامطار كما ذكرت من قبل التي تهاطلت شيء اللي صعب في بعض الاحيان او جل الاحيان.
ولقطة ساخرة جدا، ثم فرصة اتيحت للاعبي الرجاء بعد سوء تفاهم بين مدافعي المولودية في المراقبة، مراقبة نتاع اللاعبين، كانت تمريرة من صالح فنداي، خروج بركان الحارس، ومليح ان الحارس بركان خرج لانه غلق الزاوية، غلق اللونج البسير الزاوية نتاع القدم بالنسبة للمهاجم نتاع الرجاء البيضاوي خالد مصطفى. 6 أمتار او 5 أمتار و50 لصالح فريق المولودية مع الحارس بركان. حط الكرة في وسط الميدان مزيان، حاول بس يوجد المساندة، فعلا يوجد عن النسري، لكن الكرة تخرج تمام. عدة عوامل طبعا يحسب لها ألف حساب في هذه المقابلة، زيادة على الفنيات نتاع اللاعبين، الاستماتة والروح نتاع التضامن ما بين اللاعبين. وطويل الكرة هذه اتجاه مصري أمام حسن موحد، والحارس صعوبة، حارس صعوبة أيد صالح سعيد، كادت الكرة أن تفلت من يدي الحارس أيد صالح سعيد. التدخلات نتاعو لحد الآن كانت موفقة كزميله بركان راساي بارودي لاعب مولودية طهران ممثل الجزائر في هذه المنافسات. تبقى عن المدافع الأيسر تاع الرجاء، لكن بلومي بالمرصاد، بلومي بالمرصاد، وطويلة من بلومي، تدخل حسن مليحة من لباح، ثم مزيان ينطلق مزيان في اتجاه مشري وترجع للحارس أيد صالح. إذا صعوبة في مواجهة التمريرات السريعة والقصيرة في أغلب الأحيان من جانب مهاجمي مولودية طهران ولاعبي وسط الميدان بالدرجة الأولى، يحاولوا أنهم يخلقوا العمليات والحملات لصالح فريقهم في الهجوم، فريق مولودية طهران، وابتكار اللعب وخلق الثغرات في دفاع فريق الرجاء البيضاوي لضيع الكرة، ترجع لصالح فريق مولودية طهران في الوسط. حقيقة وسط الميدان تاع المولودية قايم دوره أحسن قيام، هذا بلومي، وخطأ على بلومي، خطأ على بلومي، لكن كل روح رياضية تسابح. نعم حقيقة هو الشيء الجميل، الشيء الجميل في هذا اللقاء الروح الرياضية الكبيرة والتسامح ما بين اللاعبين في هذا العيد الرياضي الإفريقي. فوسي في الجهة اليمنى خلف المنطقة مليحة، كادت الكرة أن تصل إلى رجل أحد مهاجمي المولودية بعد هذه اللقطة الذكية من فوسي الطيب، أحسنت يا الطيب، مدافع الأيمن للمولودية، لكن في نفس الوقت مفروض عليه يرجع بسرعة لمنطقته في الجهة اليمنى من الدفاع بالنسبة لمولودية طهران أمام المهاجمين تاع الرجاء البيضاوي، اللي يحاول كذلك يتحرك الآن من اليسار اليمين بقيادة خالد مصطفى السنغالي داي، ثم والناس غلطة من والناس ثم إبعاد الكرة بقوة من شريف الوزني وبلومي، أخطاء ترتكب أمام بلومي نظرا للدور الكبير اللي لعبه هذه المرة من المدافع الأيسر مسلك خالد. الحكم كان قارب من اللقطة، شاف الخطأ ويطلب تهدئة الأعصاب والتسامح دائما حقيقة يسود المقابلة ما بين اللاعبين، يعني طبعا لازم تكون أخطاء في كل المقابلات، لكن الشيء المهم والأهم هو التسامح والروح الرياضية ما بين عناصر اللقاء ما بين اللاعبين بطبيعة الحال بالدرجة الأولى. بركان وتمس، نقترب من نهاية الشوط الأول، تسعة وثلاثين دقيقة لعب الشوط الأول، دائما نتيجة بيضاء 0-0 ما بين الفريقين، ونقدر نقول أن ممثلنا فريق مولودية طهران مؤدي دوره كما ينبغي، حذاري من الخطأ ومفروض اليقظة، لكن هناك شعور بالمسؤولية ووعي كبير لدى اللاعبين لاعبي مولودية طهران، خاصة أن الأرضية ثلجة وثقيلة جدا، لكن لحد الآن فحقيقة المولودية في الدفاع في الوسط وفي الهجوم تشكل خطورة على مرمى الحارس أيد صالح، ومراوغة من مراد زيان سباح، سباح شريف الوزاني فوسي الطيب، أيضا نشوف تقدم المدافع الأيمن للمولودية ذكية إذا سباح بن يعقوب، سباح إلى بن يوسف،
ثلاثة تاع اللاعبين من الرجاء أمامه، يفضل فوسي، يوجد فوسي، فوسي اللي يزيد يراوغ ويتقدم فوسي، مليحة من فوسي وخطأ. الوسيلة الوحيدة لإيقاف اللاعب تاع مولدية وهران ارتكاب الخطأ أمامه وتدخل قوي للحكم يشير إلى المخالفة، لكن حقيقة كان المفروض يحسم الموقف ببطاقة صفراء، يحسم الموقف ببطاقة صفراء حتى لا تتكرر أخطاء لتكون لها عواقب أخرى. لكن طبعا شيء ما تمناش مدام الروح الرياضية كما قلت تسود اللقاء وكيف لا ما بين الإخوة والأشقاء. إذا المخالفة لصالح سباح وفريق مولودية وهران في الهجوم، يطلب إعادة تنفيذ المخالفة السيد باباكار سيني بعد ما قذفها شريف الوزاني. مفروض طبعا احترام قرارات الحكم وهو السي الآن يأدوه لاعبي مولودية وهران. وسباح مليحة وكذلك ممتازة من الحارس أيد صالح، إذن حقيقة ممتازة من اللاعبين، لاعب مولودية وهران سباح وحارس مرمى الرجاء أيد صالح سعيد. الجمهور يتفرج حقيقة من حل آخر للقطات جميلة رغم رداءة أرضية الملعب لما تساعد كثير تحركات اللاعبين. وكرة أخرى لصالح الرجاء لكن تبقى للمولودية في منطقة الفريق الجزائري مع شريف الوزاني. مليحة من شريف الوزاني، أدي دوره كما ينبغي. بن يوسف، بن يوسف عنده الكرة، بن يوسف لكن قصيرة من مراد مزيان، تبقى لصالح الرجاء مع مصطفى خالد في اتجاه عبد الرحيم او سالي فنداي. خطير جدا هذا اللاعب السنغالي المهاجم الاوسط نتاع فريق الرجاء، وتضيع هنا فرصة، تضيع فرصة لعبد الرحيم حمراوي لاعب الرجاء البيضاوي. ربما نقدر نقول احسن فرصة واخطر فرصة لفريق الرجاء. ونشوف الاعادة، تمريرة ذكية جدا بعد توقف المدافعين تاع مولدية وهران وتردد شيئا ما من الحارس بركان اللي كان يظن إشارة، هناك إشارة تسلل، ولحسن الحظ غلق زاوية القدس للاعب عبد الرحيم ليبقى على أرضية الميدان. يبدو أنه مصاب وبذلك النتيجة تبقى صفر لمثل ما بين الفريقين بلومي وشريف الوزاني. شريف الوزاني يقوم بعمل كبير حقيقة في وسط الميدان هو وزملائه بلومي بن يوسف وسباح. مليحة تبادل كروي لكن تضيع في بعض الأحيان الكرات، كرة كما هذه طويلة في اتجاه سالي فنداي ثم فوسي، وذكية من فوسي. شوف الذكاء تاع اللاعبين رغم السن نتاعو، حقا تنكتسب تجربة كبيرة فوسي المدافع الأيمن 22 سنة فقط، وسالي فنداي هو اللي أبعد الكرة التماس اللي كانت في صالحه ولصالح الرجاء، تصبح الكرة لصالح المولودية. حقيقة شيء يسر الأداء الجماعي والفردي نتاع المولودية على أحسن ما يرام، وضاعت عدة فرص لكن تبقى الكرة لصالح المولودية مع بلومي. بلومي حاول بشيرة وهو تدخل قوي وتمس لصالح مولودية وهران مع بلومي اللي حقيقة كذلك نقول أنه يبدو أنه استرجع إمكانياته ومعنوياته ويقود زملائه ويوجههم كقائد حقيقي للفريق. مليحة من بلومي في اتجاه مراد مزيان، تبقى لصالح الرجاء، ترجع للمدافعين. صعب الامر بالنسبة لدفاع الرجاء لكن الكرة تنتهي بين احضان الحارس ايد صالح سعيد. اذا تخوف طبعا امام المهاجمين سواء بالنسبة للرجاء او لمولودية وهران في مقابلة تعتبر صعبة كما قلت بالنسبة للفريقين. ولحد الان المولودية تهاجم وتوالي الحملات، والرجاء كذلك بدوره يوالي الهجومات المعاكسة على منطقة او في اتجاه وصوب مرمى الحارس بركان. صفر لمثله ونقترب من نهاية الشوط الاول، 43 دقيقة لعب، النتيجة بيضاء ما بين الرجاء البيضاوي وهذا زرع في تنفيذ التماس ومولودية وهران قبل ابعاد هذه الكرة بقوة في اتجاه المهاجمين وحملة معاكسة، لكن يبقى الدفاع عن طريق حسن موحد قريب من وسط الميدان. ثم المدافع الايسر خالد اتجاه مديح عبد الرحيم، خطير عبد الرحيم طبعا واحد من اشهر اللاعبين في الرجاء وفي البطولة نتاع المغرب، وكان قلت صرح
مدرب سعدان ان عبد الرحيم ما يلعبش، لكن كانت مخادعه من السيد رابح سعدان، وهذا شيء مفهوم في مثل هذه المنافسات. ونشوف ان عبد الرحيم موجود، وكيف لا موجود في تشكيله الرجاء البيضاوي واللي يستفيد من تماس مره اخرى. اذا حقيقه طابع المتعه وكره جانبيه، طابع المتعه والتشويق والفرجه ما بين الفريقين، فريق مولوديه وهران من الجزائر وفريق الرجاء البيضاوي من المغرب، والاف المتفرجين حوالي 50,000 في هذا الملعب الواسع الارجاء الذي يتسع لاكثر من 80,000 متفرج، وحسب بعض الزملاء من الصحفيين المغاربه يمكن ان يصل الى 100 و120 متفرج. ملعب محمد الخامس وجو رياضي كبير في هذا اللقاء الرسمي، لقاء الذهاب من كاس افريقيا للانديه البطله ما بين ممثلنا فريق مولوديه وهران ومضيف فريق الرجاء البيضاوي. وبلومي عنده الكره، بلومي سباح، سباح اتجاه مشري، حاول يراوغ مشري لكن امام لاعبين يضيع الكره، لكن هناك فوسي، فوسي شجاع وذكي في اللعب نتاعو. شاب فوسي من اصغر اللاعبين فوق هذا الميدان، فوق ميدان ملعب محمد الخامس. والدقيقه الاخيره في الشوط الاول، نتيجه بيضاء 0 لمثلي ما بين الفريقين، فريق الرجاء البيضاوي اللي عنده الكره مع زراف، زراف عبد الغني في اتجاه عبد الرحيم او ساليف نضاي، ثنائي اللي معول عليهم سعدان لكن مراد مزيان كذلك معول عليه من عمار رواي مع زميله مشري، تبادل كروي، تمريرة قصيرة من المولودية لكن تضيع الكرة، تبقى لصالح المولودية مع ذلك في الدفاع. فوسي مؤدي دوره حقيقة، استحق كل ثناء فوسي المدافع الأيمن صحبة زملائه كلهم. وهذا سباح، سباح بن يعقوب مرفوعة، مشري راح يقذف، مشري في الأرضية لكن تمر بقليل بضعة أمتار على يمين حارس مرمى الرجاء البيضاوي سعيد آيت صالح. مشري بشير الجناح الأيمن لمولودية وهران، كذلك واحد من أصغر اللاعبين في صفوف مولودية وهران وفي المقابلة ككل، 22 سنة مشري بشير. تبقى لصالح الدفاع، دفاع الرجاء البيضاوي من اليسار اليمين، وكرة أخرى لكن هناك علي بن حليمة بالمرصاد، وصمود أكيد بالنسبة لخط دفاع المولودية ببدلة حمراء في انتظار نهاية الشوط الأول. والشوط الثاني الذي نتمناه إيجابي بالنسبة لمولودية وهران ممثل الجزائر في هذه المنافسات، واللي عنده حظ كبير لنيل هذه الكأس ما دام المقابلة الثانية ستجري بأرض الوطن في الجزائر إن شاء الله يوم 15 ديسمبر حسب ما علي من الجمعة 15 ديسمبر وليس 17 ديسمبر الأحد كما كان مقررا، كون الجمعة هو يوم راحة طبعا في الجزائر وليس الأحد، لكن ننتظر الشيء الرسمي بعد رجوعنا إلى الجزائر. هذا سباح، سباح والحكم السيد بابا كارسيني يحسم الأمر بإعلانه رسميا عن نهاية الشوط الأول من هذه المقابلة الحامية الوطيس، والمقابلة اللي نعتبرها جميلة ولو أن مستواها متوسط عموما، لكن جميلة نظرا للظروف الطارئة بالنسبة للطقس وللصعوبة نتاع الأمر، صعوبة سير اللعب بالنسبة للفريقين. ونقدر نقول أن مولودية عدنا بحضراتكم سيداتي أوليتي وسادتي النظارة الكرام أيها الرياضيون إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء هنا بالمغرب، والمرحلة الثانية من المقابلة الأولى بالنسبة لهذا النهائي لكأس إفريقيا للأندية البطلة، مقابلة الذهاب بالتالي في ما يخص الكأس الإفريقية هذه ما بين الرجاء البيضاوي الفريق المحلي اللي عنده الكرة الآن وفريق مولودية وهران الفريق الجزائري ممثل بلادنا في هذه المنافسات. كنا تركنا مع بعض النتيجة خلال وفي نهاية الشوط الأول 0 لمثله ما بين الفريقين، وهذه حملة معاكسة أو حملة أولى نقدر نقول لصالح الرجاء البيضاوي، تأتي بركنية على يسار الحارس بركان والركنية لصالح سعيد صديقي وزملائه من فريق الرجاء البيضاوي. إذن بعد تنفيذ هذه الركنية واللحظات الأولى من الشوط الثاني سأعيد التذكير بتشكيلة الفريقين وإبعاد الكرة، إبعاد الكرة من طرف الدفاع، ثم فريق الرجاء قدفة وتمر جانبية فوق الخشبة الأفقية من مرمى الحارس بركان كراشاي بارودي. ما يمكن أن يقال
بإيجاز عن الشوط الأول، وأننا شاهدنا شوط أول حقيقة ممتع بصفة عامة نظرا للظروف نتاع الطقس، وكذلك شوط أول كان أداه فريق مولودية وهران على أحسن وجه وكان أدى دوره كما ينبغي خاصة في وسط الميدان بفضل الرباعي شريف الوزاني سباح باللومي وبن يوسف ومساندة فوسي وانطلاقة مشري كما نشاهد الآن، وكذلك مراد مزيان ترجع من مشري أو من مشري إلى سباح، لكن نظرا للأرضية فحقيقة السباح هنا ما قدرش يراقب كورته كما ينبغي، ما حافظش عليها وكذلك ما قدرش باش يتحكم في التصويب، والكرة مرت جانبية كما رأينا. إذا كانت سيطرة كما لاحظ الجميع من فريق مولودية وهران أمام الفريق المحلي فريق رجاء البيضاوي، وهذا نظرا لاعتماد فريق مولودية وهران على الهجوم قبل كل شيء، وكذلك التنظيم الجيد للخطوط والدور الكبير اللي قام به وسط الميدان بقيادة الأخضر باللومي. وهذا التفوق كان يبدو جليا من خلال سير اللعب أمام فريق رجاء البيضاوي اللي كان كذلك قائم بدوره في الدفاع بالخصوص ويؤدي في مقابلة في الهجوم بفضل تمريرات طويلة، لكن هذه التمريرات كانت في أغلب الأحيان من الدفاع مباشرة إلى الهجوم. هذه لقطة ربما خطيرة شيئا ما لصالح فريق رجاء البيضاوي ولصالح كل من مديح عبد الرحيم وصالح فنداي وكذلك خالد الآن ليراوغ، وتبقى الكرة لصالح فريق الرجاء في الوقت اللي الحكم سيد بابا كارسيني يعلن على خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي بعد هذه الحملة لصالح لاعبي المدرب رابح سعدان. الشيء اللي يسمح لنا بعد تنفيذ المخالفة من تقديم أو إعادة التذكير بالتشكيلة ولو بسرعة، لكن ننتظر في تنفيذ هذه المخالفة من طرف سعيد صديقي أو أحد زملائه سعيد صديقي اللي هو قائد فريق الرجاء البيضاوي، إبعاد الكرة نظرا لتجمع اللاعبين تجمع عناصر المولودية وحتى بلومي موجود في تدعيم النمريحة من بلومي حق لا 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 لقطة عبارة عن اصطدام ثنائي، كيف الواقع بلومي يبعد الكرة إلى تماس، وهذا أمام أحد مهاجمي أو نظن المدافع الأيسر للرجاء مسلك خالد، والروح الرياضي حقا سادت المقابلة منذ بدايتها، وربما نشاهد الإعادة. المهم أن هناك تسامح وتآخي ما بين اللاعبين، ونشوف اللقطة حتى نتأكد إن كان هناك خطأ، لكن مع الأسف اللعب رايح يتواصل إذا ما شاهدناش اللقطة. وركنية، نعم ركنية لصالح فريق الرجاء البيضاوي على يمين الحارس بركان كراشاي. إذا بداية سريعة بالنسبة للرجاء كأنه حاول باش يغير الطريقة نتاع اللعب نتاعه بعد الاستراحة، وبركان بكل قوة هو وزملائه مؤدين دورهم كما ينبغي في هذا اللقاء، والجميع حقيقة الجميع يشهد بهذا بعد الشوط الأول اللي انتهى بالتعادل، نذكر نتيجة بيضاء 0-0 ما بين الفريقين. الجميع وإخواننا المغاربة بالدرجة الأولى يشهدون على أن فريق مولودية وهران حقيقة لعب كما ينبغي، والنتيجة بيضاء 0-0 ما بين الرجاء اللي كان منتظر منه طبعا باش يؤدي مباراة أحسن ربما من خلال جمهوره ويلعب في أرضية ميدانه، وشريف الوزاني يبعد الكرة تبقى لصالح فريق الرجاء، وتبعد كذلك من جديد من طرف المدافعين، والحكم السيد باباكار سيني من السنغال يشير إلى نقطة التماس، تماس لصالح خالد مسلك وزملائه قبل ما تخرج الكرة دائما لصالح الرجاء بقيادة سعيد صديقي، واستفادة أخرى استفادة أخرى من ركنية، لكن ما عندي ما أقول طبعا، صورة وحدها تشرح ما جرى، مفروض الالتزام بالرزانة والهدوء، وإذا كان اللاعبين طبعا تاع الرجاء نتيجة تعتبر ما يصلحوا من كون التعادل، لكن طبعا هذه الإعادة نعم دفع من طرف الصديقي على فوسي. المهم التسامح هو المطلوب وهو الأكيد وهو الموجود كذلك ما بين اللاعبين في انتظار تنفيذ هذه الركنية من سعيد صديقي رقم 6 على يمين الحارس بركان حارس مولودية وهران، والسيد بابا كارسيني في توجيه الإرشادات نتاعو للاعبين قبل تنفيذ الركنية مرفوعة، والحارس بركان بعد لقطة ساخنة
مش عارف حقيقة يشير الحكم الى هدف في الوقت اللي كانت اللقطة نوعا ما سريعة وفي نفس الوقت غامضة كون احتجاج اللاعبين تاع مولودية طهران. نشوف الاعادة حتى نتأكد مما جرى. شوف الكرة الاولى بعد الضربة الرأسية من سالي فنداي حسب ما يبدو، ثم تدخل من ولدمو اللي دخل في بداية الشوط الثاني، والكرة اصطدمت بالخشبة وخرجت. ما فيش هدف طبعا. شوف الإعادة وإبعاد الكرة، ما فيش هدف واحتجاجات من لاعبين تاع مولودية طهران. إذن شوف أنا ما فيش هدف، لكن الحكم السنغالي السيد بابا كارسيني نظن مصر على قراره والموقف نتاعه. حقيقة شفنا اللقطة واضحة، ويستفيد فريق الرجاء من هذا الهدف، ولو أنه كما شاهدنا ما كانش هدف حقيقي وما كانش هدف شرعي ما دام الكرة ما دخلتش للشبكة وما فاتتش الخط نتاع مرمى الحارس بركان واللعب متوقف. احتجاجات مشروعة من لاعبي مولودية طهران بقيادة الخضر باللومي، لكن ما يش عارف الحكم يشير إلى نقطة الوسط وإعادة أخرى، إعادة أخرى للقطة. الضربة الرأسية من سالي فنداي، وجود اللاعب ولدمو المهاجم بتاع فريق الرجاء البيضاوي رقم 14، وتدخل الحارس بركان. الكرة تصطدم بالخشب نشوف وتنزل للأرض، لكن ما دخلتش ما فاتتش الخط نتاع المرمى قبل ما تبعد من الدفاع. المهم الجمهور يحكم على اللقطة والجميع يحكم على هذه اللقطة وعلى القرار نتاع الحكم السيد بابا كارسيني من السنغال. هذا الحكم الرابع اللي كنا شاهدناه من المغرب السيد العباسي في تهدئة اعصاب المدرب او المدير الفني السيد عمار رويلي. حقيقة شيء طبيعي انه يحتج لان ما فيش هدف، لكن الحكم يقول هدف، وطبعا ما دام الحكم هو سيد القرار فما يمكن عمله اذا في مثل هذه الحالات. طبعا شيء من هذا القبيل يفشل مجهودات اللاعبين. وشاهدنا الإعادة وتأكدنا جليا بأنه ليس هناك هدف لصالح الرجاء، لكن الحكم السيد بابا كارسيني يقول الهدف ووضع الكرة في وسط الميدان. وكان حقيقة لاحظنا كذلك كون الحكم المساعد حكم تماس بقى في مكانه وما نزلش إلى وسط الميدان، ومعي الزميل عبد القادر الشنيوني اللي شاف كما احنا الكل شاف اللقطة ورايح يعطيني طبعا هو كذلك رأيه في هذه الأمور وفي هذا المشهد. الغريب في الأمر أنه أولا كان فيه تردد من طرف الحكم، الكرة ما دخلتش هذه، وثاني حاجة أنه مساعد الحكم ما تحركش من مكانه ثم أشار له ما فهمناش مش معنى الإشارة، هل هدف أو لكن من في القانون عندما الهدف يكون شرعي أولا مساعد الحكم لازم يعود لوسط الميدان بقى في مكانه، هذه واحدة. ثاني حاجة الحكم الرئيسي تردد ومن بعد ما أشار له مساعد الحكم فأعلن على الهدف. في الحقيقة شيء غريب، الحقيقة شيء غريب، وإحنا كنا نشوفه في اللقطة والله الهدف ما مو شرعي. وفعلا كما كان قال عبد القادر على كل حال شفنا أن الكرة كانت عبارة عن تدخل شرعي وكذلك عدم نزول حكم المساعد السيد بكاري سار إلى وسط الميدان لي على كل حال إعطاء شرعية تم شرعية كاملة للهدف في الوقت اللي اللعب متوقف نظرا لاحتجاج قائد الفريق باللومي على هذا القرار. القرار حقيقة القرار اللي ماهوش عادل، والجميع يقدر يتأكد من هذا طبعا من خلال الصورة. رايحين كذلك نحاول باش ناخذ رأي نتاع احد الزملاء من الإذاعة او التلفزة المغربية باش نشوف ان الهدف على كل حال ماهوش شرعي طبعا، ومن قدرش نقول اكثر من هذا ولو ان الحكم هو كما قلت سيد الموقف والقرارات نتاعو لا رجعة فيها حتى ولو كانت يعني ماهيش من العدالة بمكان.
المهم أننا ننتظر الآن في مواصلة اللعب، وحقيقة فريق بولندية طهران ما يستاهلش الشيء اللي الآن رأيناه، لأنه أدى دوره كما ينبغي في الشوط الأول، ولعب حقيقة كما ينبغي، وسيطر على مجريات الأمور خلال الشوط الأول. والسيد رباح سعدان غير أولا من هجية اللعب، ثم حتى من اللاعبين نتاعو بدخول ولد مو المهاجم الخطير المعروف في صفوف الرجاء البيضاوي رقم 14. المهم المقابلة متواصلة الآن بنتيجة هدف مقابل صفر لصالح فريق الرجاء البيضاوي. بعد مرور حوالي 10 دقائق لعب الشوط الثاني، نذكر بتشكيلة الفريقين ولو بسرعة. في حراسة مرمى المولودية بركان، الدفاع يتكون من فوسي الباح والناس وبن حليمة، شريف الوزني في الوسط كانت رقم 6، مشري سباح بن يوسف بلومي ومزيان في الهجوم، وفي الاحتياط عندنا عارف العربي برسلة بالهدف والحارس الثاني بن شيحة. طبعا الآن المعنويات نتاع فريق مولودية طهران تتأثر شيئا ما، لكن نعرف أن فريق مولودية طهران اكتسب من الخبرة والتجربة ما يؤهله لمواجهة حتى المواقف الصعبة. المدرب هو السيد معطل عبد القادر، المدير الفني السيد عمر رواي، في الوقت للحكم يعلن على مخالفة لصالح فريق الرجاء البيضاوي اللي يدخل بالتشكيلة الآتية، أي صالح سعيد، زراف، مسلك، سويب وموحد في الدفاع، في الوسط عندنا سعيد صديقي، فوز القدميري مديح وخالد مصطفى، في الهجوم الثنائي صالح فنضاي وحمراوي عبد الرحيم، ثم دخول ولد مو في بداية الشوط الثاني. المدرب الاحتياط عندنا كل من ممدون حسن الحارس الثاني، البوشاري عبد الجليل، برطال توفيق ولد مو اللي دخل، ورشيد جبري. والمدرب نتاع الفريق هو السيد رباح سعدان معروف طبعا، بينما كنت أشرت إلى غياب كل من فتحي جمال وتيجاني في صفوف الرجاء البيضاوي، وكذلك غياب كريم ماروك وبلعتي عمر قلب الدفاع في صفوف الفريق الجزائري مولودية طهران ليستفيد الآن من خطأ بدوره. بالنسبة للحكام عندنا السادة باباكار سيني، باكاري سار وجبريل داي من السنغال، ومحافظ المقابلة سيلفستر مبونغو من الكونغو، وأيد صالح سعيد حارس مرمى الرجاء كان بالمرصاد لهذه الكرة. الشيء اللي يسمح لنا باش نطلب رأي الزميل والصديق عبد الفتاح الحراق من الإذاعة المغربية باش يعطينا رأيه أولا في الهدف وقرار الحكم، وثانيا في سير اللعب خلال الشوط الأول والدقائق التي مرت من هذا الشوط الثاني. شكرا زميل مرزوقي. أعتقد بأنه الهدف هدف هو شيء صعيب، صعب جدا على أننا نحكموا على الهدف من الوضعيه اللي احنا كنشوفوا فيها. انما انت اكثر، انا في الاذاعه وسط الفتاة شفتي شاهدت الاذاعه غتكون مهيئه اكثر باش يمكن تحكم على الهدف. انا بالنسبه لي كما سبق قلنا الملعب غير صالح لانه مع تعاطل الامطار، فاخذت المرمى غير واضح. هذا ما يعطيكش انا انك تشوف الرؤيه واضحه واش الكره نزلت داخل المرمى او خارج المرمى، انما كيبقى الهدف اللي تحسبه هو هدف. غادي أثر طبعا على المعنويات ديال فريق مولودية وهران. إنما المقابلة اللي شفناها، هذا السؤال الثاني ديالك، فالمقابلة هي مقابلة جيدة، هذا اللي ما سبقش شفناه في المقابلات الإفريقية اللي كتجمع أندية مغاربية مع أندية إفريقية. فالمقابلة هي سير طبيعي، مقابلة كتبين الإمكانيات والكفاءات اللي عند اللاعبين اللي مشهورين بها، الكفاءات المغاربية اللي مشهورين بها. كاين بالنسبة لي أنا على ما لاحظت الشوط الأول، كاين بالنسبة لفريق مولودية وهران خط وسط الميدان مملوء جدا، بحيث كي صعب على أي فريق أنه يتجاوز هذا خط وسط الميدان. فهذا الخطأ اللي وقعت فيه الرجاء البيضاوي كتحاول تمرر من وسط الميدان، لكن يستحيل على أنه فريق الرجاء البيضاوي كان يمكن يسجل لو أنه ما حاولش يدار كموقف في الشوط الثاني وبدار الكواري عالية جدا باش يمكن يتجاوز هذا خط الميدان. حتى من ناحية ديال النتائج ديال فريق مولودية طهران كتبين بأنه خط هجوم عنده كاسح اللي سجل 14 الإصابة في 6 مقابلات، فهذا كيجي كيبرهن على أن فريق مولودية طهران ملأ خط وسط الميدان ديالو، عنده كذلك خط هجوم اللي شاهدنا بأنه في الشوط الأول كان يمكن يسجل هدفين، خاصة القذفة ديال اللاعب بلومي اللي ضربت العارضة ورجعت. ففريق الرجاء البيضاوي الآن اللي كنشوفوه ما فيهش نجوم، اللاعبين كلهم متكافئين، هذا كيخلي ديك النجميه ما تبقاش. ثم عنده يمكن نقولوا تعادل بين الخطوط ديالو، فسير طبيعي، ما كاينش ضغط على الفريق، ولذلك الارضيه ديال الميدان كذلك كتاثر.
لانه الوقت اللي كنشوفوا فريق كيمر بواحد المرحله ديال الفراغ كيبقى الفريق الاخر ضاغط عليه كيحاول باش يرجع الكره باي وجه كان وهذا كيخليه يرتكب بعض الاخطاء. اذا الكره هذه اي اصابه غتكون غتكون اصابه بحال كنقولوا حنايا بالدارجه عندنا اصابه ديال الشمته فما غتكونش اصابه اللي مبنيه بناء اللي جميل. اذا هذا كله يمكن نقول صديق مرزوقي وكنتمنوا على اننا نشوفوا بقيه مقابله جميل. شكرا اذا لزميلنا الاخ عبد الفتاح الحراق من الاذاعه المغربيه وعلى كل حال المقابله متواصله كما نشاهد جميعا بالنتيجه اللي اختارها الحكم نقدر نقول يعني بدون مبالغه ممكن لاننا تاكدنا من هذا كلنا بعد الاعاده من خلال الشاشه وحتى اصدقائنا المغاربه رايحين يتاكدوا من هذا اذا كان شاهدوا التلفزه مره اخرى. المهم ما نبقاش الا مع هذا الهدف والنتيجه ماهيش مهمه لحد الان ما دام اللعب لم ينتهي بعد والناس الان بكل قوه لابعاد هذه الكره في اتجاه مشري. مشري يحاول الان باش يعتمد على الهجوم وزملائه لتعديل النتيجه وتدخل قوي من خالد مسلك المدافع الايسر امام مشري بشير اللي لحد الان لاحظنا انه اخطر عنصر في الهجوم في انتظار مراد مزيان اللي معروف كهداف للفريق وكلاعب خطير في صفوف مولودية طهران. نتمنى ان مشري بشير يرجع لمكانه بكل سلام بكل سلام وبكل امكانياته لانه متاثر من هذا الضربه اللي تلقاها. معايا عمر بالعتوي اللي مع الاسف ما لعبش في هذا اللقاء ومازال متاثر من اصابه بعد تنفيذ المخالفه ورجوع مشري بشير اللي يشوف يطلب الاسعاف يطلب تقديم الاسعافات الاوليه لان نذكر تلقى تدخلات كان عرضه لتدخلات قويه حقا خلال الشوط الاول وربما ان فريق الرجاء كان من خلال الاشرطه نتاع الفيديو تعرف على الخطوره والسرعه نتاع مشري بشير وبقيه زملائه. المهم هدف مقابل صفر لصالح فريق الرجاء ومشري بشير على الصوره متاثر بعد الاستئناف وبعد التدخل القوي عليه وبعد الضربه اللي تلقاها. عمر كيف تشوف المقابله لحد الان وكذلك الهدف اللي احتسبه الحكم السنغالي السيد باباكار سيني؟ نظن ان الهدف كان ما كانش شرعي وهذا لان الكره ما فاتش خط المرمى والفريق تاعنا راه يلعب بطريقه جيده لولا هذاك الهدف. في الشوط الاول كان يعتمدوا على الرجوع الى الوراء والانطلاق بقوه في الهجوم ونظن ان اللاعبين تاعنا رايحين يديروا حاجه نظن في هذا الشوط الثاني. الحكم ما عرفناش علاش اعلن على هذاك الهدف رغم ان حكم التماس ما طلعش الخط الوسط وحنا ما ناش فاهمين هاد الحكام هادو الافارقه. شكرا. وانت كيفاش ما لعبتش طبعا مازال متاثر بالجروح نتاعك؟ نظن انا رجلي مازال ما ريحتش مليح نظن مازال لي 15 يوم وهذا نظن اني رجلي مازال مبلوكيه شويه. شكرا للمدافع عمر بالعتوي قلب دفاع مولودية طهران واللي حقيقة يتأسف هو كذلك لكونه ما لم يشارك في هذا اللقاء لكن نتمنى ان شاء الله يكون معافى ويريح ويقدر يلعب في المقابلة الثانية. نبقى ايضا مع المقابلة الاولى وانطلاقة من اللاعبين تاع مولودية طهران لكن تدخل الدفاع تاع فريق الرجاء بقيادة رقم 5 اللي هو واحد حسن دائما نرى هدف مقابل صفر لصالح الرجاء البيضاوي بعد مرور حوالي 20 دقيقة لعب بدون أن نحتسب طبعا الوقت الضايع وهذا مراد مزيان لكن بلومي دخل شيئا ما متأخرا وهذا التدخل القوي طبعا كان معاه خطأ اصطحبه خطأ مما يجبر الحكم إلى الإعلان على المخالفة لصالح مولودية طهران. في الوقت اللي نظن رايح يستعد أو يستعد لاعب آخر للدخول في صفوف الرجاء البيضاوي والحارس تاع الرجاء البيضاوي اي صالح يتلقى هذه الكره بعد تنفيذ المخالفه ربما ما شاهدناش اللقطه على الصوره وفريق الرجاء عنده الكره الان. طبعا لاحظ ان فريق مولودية طهران متاثر شيئا ما بعد تدخل الحكم ومع ذلك فتجربه اللاعبين امثال بلومي شريف الوزاني مزيان او سباح تقدر تسمح لهم باش يتجاوزوا هذه الامور ويوصلوا المبتغى ويوصلوا كذلك اللاعب للحصول على هدف التعادل.
هذا والناس والناس يتركها لشريف الوزاني اللي لعب دور كبير حقيقة لربط الخطوط الدفاع والهجوم في الوقت اللي فريق الرجاء كان اختار الكرات الطويلة من الدفاع مباشرة للهجوم، بحيث مولودية طهران كانت حقيقة متفوقة في وسط الميدان. على كل حال اللعب متواصل كما قلت، وهذا فوسي في انطلاقة بسرعة، لكن الكرة راحت له نظرا للأرضية هذه تاع الميدان ترجع لشريف الوزاري. شريف الوزاري من جديد إلى فوسي في وضعية جناح أيمن، يشوف سباح في الوسط يحاول باش يمر و مازال عنده الكرة. فوسي دخل ما بين لاعبين ومانيش عارف الحكم واش رايح يقول، كرة تخرج بعد هذا المحاولة للمرور من طرف فوسي بمراوغات قصيرة، والكرة لصالح المولودية في ترفيه التماس لصالح المولودية. مولودية طهران ممثل الجزائر في هذه المنافسات ومقابلة الذهاب لكأس إفريقيا للأندية البطلة، دائما هدف مقابل صفر لصالح الرجاء منذ الدقيقة الثامنة في هذا الشوط الثاني، واللاعبين تاع مولودية طهران مؤدين دورهم كما ينبغي حسب ما أجمع عليه كل من هو موجود هنا في الملعب. إذا هذا هو الشيء المطلوب، ومازال طبعا بقية الوقت ومازال مقابلة ثانية هي مقابلة العودة. فريق الرجاء في الدفاع مع سويب مصطفى وموحد حسن، ثم الدفاع تاع المولودية بالمرصاد وعنده الكرة هذه عن طريق بن حليمة مع الباح. بن حليمة يحاول باش ينفرد في الجهة اليسرى لكن التمريرة نتاعو سيئة، شيء اللي يسهل مهمة زراف المدافع تاع الرجاء وزملائه بقيادة حسن موحد رقم 5. بلومي أمام زراف، مديح توصل له الكرة، لكن هناك وسط الميدان حقيقة استراتيجيا متفوق بالنسبة لمولودية طهران مشري سباح عنده الكرة رقم 8، سباح في اتجاه مشري وبلومي لكن ما وصلش الكرة، ثقيل شوية سباح نظرا لهذه الأرضية كذلك ثقيلة اللي ما تساعدش اللاعبين. المهم أن الكرة ترجع للدفاع والحارس بركان كراشاي بارودي. نقترب تدريجيا من الدقيقة 25، هدف مقابل صفر لصالح الرجاء أمام مولودية طهران. ترجع من مزيان إلى فوسي في اتجاه شريف الوزاني فوسي من جديد، فوسي إلى شريف الوزاني مع مزيان، لكن سوء تفاهم بين اللاعبين تاع مولودية طهران ومهمة سهلة بالنسبة لدفاع الرجاء. هذا المدافع الأوسط حسن موحد زراف عبد الغني، طويلة كرة طويلة، شوف كاين فرق في اللعب بين الفريقين، اعتماد على وسط الميدان بكرة قصيرة من مولودية طهران نظرا للمؤهلات الفنية للاعبين، وكرة طويلة من فريق الرجاء كما قال عبد الفتاح الحراق. ما كانش ربما نجوم في فريق الرجاء لكن كاين مجموعة تاع لاعبين، ويحاول سعدان طبعا باش يعتمد في هذا الطريقة على الإمكانيات نتاع عناصر فريق الرجاء البيضاوي في مواجهة فريق مولودية طهران اللي ربما إن كان متفوق عليه في وسط الميدان، ففي نفس الوقت يحاول أنه ما يتركش المجال للمهاجمين نتاع فريق الرجاء، مهاجمين الخطيرين أمثال ولد مو رقم 14 وكذلك صالي فنداي رقم 9 قلب الهجوم، وقبل ذلك عبد الرحيم حمراوي رقم 7. يستفيد فريق الرجاء من مخالفة خطأ أرتكيب إذن الحكم سيد بابا كارسيني يعلن عن المخالفة لصالح خالد مسلك رقم 3 وفريق الرجاء البيضاوي. مولودية طهران في انطلاقة أخرى مع بلومي لحقة استرجع إمكانيته، أدى دوره في المقابلة لحد الآن، لكن ما زال ربما اللعب توصل ويحاول يفيد زملائه من التجربة تاعه ومن فنياته وتوجيهاته لعناصر فريق مولودية طهران. اللاعب الدولي الأخضر بلومي ومخالفة لصالح الرجاء في منطقة مولودية طهران حوالي 45 متر على مرمى الحارس بركان. نذكر أن فريق مولودية طهران حاضية باستقبال أخوي من طرف الإخوة مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي منذ حلول فريق مولودية طهران إلى مدينة الدار البيضاء. ف
فريق مونديال تورالي كان تأهل نذكر من جديد على حساب الاتحاد من الجماهيرية الليبية في الدور 16 ثم الدور الثمانية أمام الترجي التونسي 3-2 في تونس انهزام مونديال توران وفوز مونديال توران 3-1 بقوة خلال مقابلة العودة. ثم الربع النهائي انهزم فريق مونديال توران هدف مقابل لا شيء أمام الموردة السوداني وفاز بقوة ضاربة 4-0 خلال العودة بوهران. الدور نصف نهائي فريق الكناري ديفيلز من كيتوي بزامبيا يفوز ب1-0 في كيتوي وينهزم بإمطار شباكه ب5 أهداف كاملة في ملعب بوحقل بوهران 5-2 لصالح مونديال وهران خلال مقابلة العودة. مقابلة هادي وسباح هدف مقابل صفر لصالح الرجاء في انتظار الجديد والمزيد من مونديال وهران مع مزيان. مزيان ذكر معهوش في لياقته نظرا لكونه متأثر من جروح في الركبة نتاعه كما يقال كذلك عنده ليزافيكتور، لكن مع ذلك المدرب طلب من اللاعب مزيان باش يكون حاضر مع التشكيلة نتاعه ولو انه ماهوش في لياقته. نعرفوا الخطورة نتاع مراد مزيان. لباح لا لباح يضيع الكرة أدفع وسهلة بالنسبة للحارس بركان. حارس بركان امامه سالي فنداي لاعب سينيغالي المحترف في صفوف الرجاء البيضاوي يدربه السيد رابح سعدان اللي كان صرح للصحافة انه يعرف جيدا فريق مونديال وهران وانه يحضر الطريقة التكتيكية لمواجهة الفريق الجزائري، لكن لحد الان نشوف ان فريق مونديال وهران مؤدي كما ينبغي دوره كما ينبغي وتدخل قوي على سباح من اللاعب مديح او خالد مصطفى لاعب سباح تلقى ضربة كان حقيقة أدى دوره هو الآخر في وسط الميدان بالنسبة للمولودية ولذلك ربما فاللاعب تاع الرجاء راح مباشرة إلى ساق سباح. لاعب توقف من جديد ودخول رقم 11 في صفوف الرجاء البيضاوي اللاعب الاحتياطي توفيق برطال. سيد بابا كارسيني حكم اللقاء من السنغال وإعادة اللقطة. شوف راح له لرجله مباشرة رجله اليمنى قبل تدخل تاع الناس أمام نفس اللاعب. تأكدش إن كان هو مديح أو رقم 6 سعيد الصديقي فعلا سعيد الصديقي وإسعاف اللاعب سباح بن يعقوب. ذكر أن مولودية وهران كانت سجلت 14 هدف خلال 6 مقابلات في الأدوار الثمانية ربع نهائية وربع نهائي ونصف نهائي وتلقات 8 أهداف. وهذا الحكم سيد باكاري صار من السنغال واللاعب سباح بن يعقوب ما زال متأثر بعد التدخل القوي والضربة اللي تلقاها من سعيد صديقي قائد فريق الرجاء البيضاوي. إذا المعادلة الثنائية هذه صعب التكهن فيها في هذا اللقاء، لكن الحدود تبقى كاملة بالنسبة لمولودية وهران كون النتيجة هدف مقابل صفر لصالح رابح سعدان ولاعبيه، لكن نقدر نقول بأن فريق الرجاء لم يظهر قوة كبيرة كما كانوا أشاروا إلى هذا من قبل زملائنا الصحفيين المغاربة، الشيء اللي ربما يسهل أكثر مهمة المولودية في مقابلة العودة. مفروض التحلي بالرزانة والهدوء والاستماتة في الدفاع للرجوع إلى وهران إن شاء الله بنتيجة مرضية حتى ولو كانت انهزام بهدف مقابل صفر. ودخول العربي الآن لاعب الاحتياطي العربي رقم 13 ربما رايح يعود سباح بن يعقوب في وسط ميدان مولودية وهران. اللاعب العربي اللي نذكر في عمره 20 سنة تقريبا 19 سنة ونصف أصغر لاعب في مولودية وهران هو عمر بالعتوي. عمر بالعتوي اللي يبلغ من العمر 20 سنة. دخول العربي مكان سباح بن يعقوب اللي طبعا تأثر كثير من الضربة وما قدرش يوصل لها والناس في تنفيذ المخالفة بكرة طويلة، لكن تجمع اللاعبين تاع الرجاء لإبعاد هذه الكرة. زراف كرة طويلة كذلك والناس أمام سالي فنداي مليحة. شريف الوزاني ممتاز شريف الوزاني حقا ممتاز بلومي اتجاه مشري عنده الكرة
يحتفظ بكورته يحاول باش يحتفظ بها ومليحة، لكن ما وصلتش المشري، كانت قصيرة شيئا ما. أرضية كذلك ما تساعدش اللاعبين، أرضية ما تساعدش اللاعبين، ومع ذلك فتبقى المجهودات متواصلة من عناصر مولودية وهران في هذا اللقاء الحامي الوطيس، اللقاء الصعب، لكن يبقى في متناول الفريق الجزائري فريق مولودية وهران. لباح إلى شريف الوزاني، شريف الوزاني لباح قريب من خط تماس، مرفوعة مليحة لكن تصطدم بأحد مدافع الرجاء، وهو ما يعادل ركنية ويساوي ركنية على يمين الحارس أيد صالح سعيد. المقابلة نعتبرها جميلة باعتبار الظروف المناخية مع تهاطل الأمطار، ربما كانت تقدر تكون أحسن من هذا إن كان الأمطار لم تتهاطل. المهم تبقى المقابلة في حدود المقبول بالنسبة للمستوى، ومجهودات كبيرة وكبيرة جدا من لاعبي مولودية وهران لفرض طريقة اللعب، وإن دار ما يعرف علاش للعربي اللاعب الاحتياطي اللي دخل، معنا والله الصراحة ما عرفناش علاش منح إنذار وإنذار آخر، نظن مش عارف سلسلة الإنذارات تتهاطل على لاعبي مولودية وهران من الحكم السيد بابا بكاري صار. مفروض الاحتفاظ بالرزانة والهدوء والأعصاب الباردة أو الدم البارد في مثل هذه المقابلات القارية، مقابلات دولية لأنها يعني مقابلة إفريقية، نهاية كأس إفريقيا للأندية البطلة، المقابلة بتاع الذهب، والسيد بكري صار في جدال وحديث، وهذه المرة مع بلومي في انتظار تنفيذ الركنية اللي ربما تقدر تشكل خطورة على مرمى أي صالح حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي. لحا ولكن الدفاع متجمع في صفوف فريق الرجاء، طويلة الكرة هذه، ومفروض أن فريق مولودية وهران يكون عنده حذر أكثر فيما يخص الهجومات المعاكسة السريعة نتاع فريق الرجاء، كما كنا شاهدنا هذا من خلال المقابلات السالفة أمام تونير ياوندي مثلا، فرقم 14 ولد أمه بوعزة معروف كمهاجم خطير، وكذلك يدخل في إطار منهجية نتاع لاعب نتاع هجومات معاكسة يختارها رابح سعدان من خلال السير نتاع اللعب لما يكون الفريق المنافس ربما أقوى من فريقه أي فريق الرجاء البيضاوي. إذا المفروض على الدفاع نتاع مولودية وهران أنه يتفطن ويكون يقد لهذه الطريقة، أي طريقة الهجومات المعاكسة والاعتماد على ولد أمه أو صالح نضاي. وخالف صالح الرجاء، رجاء البيضاوي مرفوعة تبقى لصالح فريق الرجاء من رقم 3 زر أو خالد العربي، مليحة في اتجاه مزيان يراوغ مزيان، طويلة ما عندوش إمكانياته كاملة مزيان، فالحليمة اللي نزل باش يدعم زملائه، والكرة تخش تمام لصالح الرجاء. فروض أن بن حليمة يبقى في مكانه كقلب دفاع حتى ولو أن النتيجة ما يصلح لصالح مولودية وهران، مازال الوقت ومازال مقابلة العودة، وربما تتغير الأمور رأسا على عقب. إذن فالظروف تواتي أكثر مولودية وهران لتستقبل في المقابلة الثانية، وتدخل قوي من سويب مصطفى ثم ولد أمه والناس، ولد أمه أمام الباح السيد بكاري صار نظن يمنح فعلا يمنح إنذار بطاقة صفراء، مش عارف إذا كان لسعيد صديقي أو لمديح، لأن يعني التدخل تاعو حقيقة كان قوي وقوي جدا، والضربة تلقاها المدافع الأيسر للمولودية لباح رزقي، لباح رزقي المدافع الأيسر 23 سنة ونصف، واللي يتلقى الآن الإسعافات أو لا لم يتلقاها بعد في انتظار وصولنا عام الآن
ممرض الفريق. مش عارف سيد بكري صار واش راه يقول، لاننا بعاد طبعا على الموقع، ويخرج او يحاول اخراج الطبيب تاع الفريق. مش عارف واش راه يطلب الحكم. لا متوقف، نحاول اننا نفهم من خلال الاشارات نتاع الحكم ماذا يجري في الملعب. واللعب متوقف، هدف مقابل صفر لصالح فريق الرجاء البيضاوي امام مولودية وهران في 9 دقائق الاخيره من اللقاء. جمهور او جانب كبير من الجمهور طبعا يشجع فريق الرجاء، لكن هناك انصار ومشجعي فريق مولودية وهران جاءوا من الجزائر مساندة ومؤازرة للفريق. الوقت للباح الآن، أتمنى أنه يرجع لمكانه ويبقى في موقعه كمدافع أيسر لفريق مولودية وهران. حقيقة الشيء اللي أسفله أن الحكام عندنا في إفريقيا يرتكبوا أخطاء، لكن واش نقدر نعمل، هذا هو الواقع. المهم الاعتماد على اللاعبين وفنياتهم والوصول بالكرة إلى الشبكة. فريق الرجاء في الدفاع، ثم تلمس الكرة يد العرضي، يد المخالفة طبعا الخطأ ومخالفة لصالح الرجاء، مع سويد مصطفى في اتجاه مديح أو فوزي القدميري، ثم في اتجاه الجهة اليمنى وين موجود زراف عبد الغاني بن يوسف، يرجع الكرة إلى الوراء، لكن تدخل الباح وكرة لصالح المولودية الآن مع بلوبي ثم العربي. مزيان إلى العربي بذكاء، العربي عنده الكرة، يراوغ العربي ويزيد يتقدم، يبقى راح 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 العربي راح، وخروج موحد حسن كاد يتوجه كسام العربي نحو الركن انتع الحارس ايد صالح، وكنا ننتظر القطفة، لكن في الواقع تباطأ شيئا ما اللاعب العربي، وشريف الوزن اللي يتلقى ضربة يبقى كذلك واقع لأرضية الميدان. ربما ما شاهدناش اللقطة، ممكن ان اللقطة هذه ما شاهدهاش الحكم وكانت بعيدة على الكرة، لكن المهم الان لباح يبعث الكرة الى تماس حتى يتمكن طبيب الفريق من معالجة ومعاينة حالة اللاعب شريف الوزني. الحكم حقيقة بكر يسار ليثير سخط وتساؤلات المدير الفني عمار روي. ظن أن شريف الوزني كان تلقى ضربة، لكن يرجع المكان هو لاعب آخر يتلقى ضربة هو الآخر. حقيقة لا مفروض لاعبين يلتزموا بالهدوء، نظن بلومي هذه المرة. مش عارف إذا كان عبد القادر شنيوني اللي موجود معي كان شاف اللقطة كما ينبغي، أنك تتبع في الكرة، ربما كانت اللقطة هامشية يعني بعيدة على الكرة وما كان يجري في الركن أو المكان الآخر من الملعب. بالفعل محمد، حيث اللاعب بلومي وليس شريف الوزاني كان تلقى ضربة، في حين الكرة كانت عند اللاعب العربي كانت فيه لقطة بالنسبة لفريق مولودية وهران، وبلومي اللي كان بعيد كل البعد على اللقطة تلقى ضربة من أحد المدافعين، والحكم مش عارف ما شاهدش اللقطة أو شيء من هذا القبيل. المهم أنه الشيء الملاحظ بالنسبة للمقابلة محمد، أنه فريق مولودية وهران اللي كان قدم نتيجة إيجابية في الشوط الأول وكان بإمكانه يسجل على الأقل هدفين، في الشوط الثاني نوعا ما الحكم كان لعب يعني دور سلبي، والشيء اللي خلى ربما الأعصاب تاع اللاعبين تاع المولودية تتوتر شوية، وعدة إنذارات نشوف تقريبا 3 إنذارات أو 4 لعناصر مولودية وهران، وهذا يعني شيء بالنسبة لحكم اللي يعتبر من أحسن الحكام في إفريقيا بدر أسيل. نشوف اليوم اللي يرتكب أخطاء، وخاصة الشيء الملاحظ هو أنه قبل ما يعلن على مخالفة يتردد كثير، وهذا الشيء يعني غير مقبول من طرف حكم مثل بدر أسيل. إذن ما رايحينش طبعا نبقى دائما نتكلم على التحكيم. المهم الكرة عند الحارس بركان اللي وجهها في اتجاه المهاجمين تاع فريق مولودية وهران مع مزيان اللي ربما كما قلت
لم يؤدي دوره كمهاجم ومساندة لصاحبه أو رفيقه اللي هو مشري بشير، وهذا راجع مش عارف الآن الحكم يقول نعم الكرة خرجت، الحكم السيد بكري نعم بكري صار. قلت أن مراد مزيان كان مفروض ما يلعبش لأنه متأثر من جروح، لكن طلب منه المدير الفني عمر رواي باش يلعب. والكرة تبقى لعناصر فريق الرجاء البيضاوي اللي متفوق بهدف مقابل صفر قبل دقائق معدودة من نهاية الشوط الثاني والمقابلة. حسب الساعة اللي عندي تبقى ثلث دقائق أو ربعة فقط، من دون أن نحتسب طبعا الوقت الضائع خلال توقف المقابلة. وفريق مولودية طهران يحاول باش يبحث على الثغرة التي توصله إلى الهدف ما دام النتيجة لصالح الرجاء. هذا العربي، العربي عنده الكرة يحافظ على كرته الآن ويوقفها ثم يتقدم كما شفنا ونشاهد مليحة في اتجاه مراد مزيان يقذف، لكن سهلة بالنسبة للحارس أيد صالح سعيد اللي كان ينتظر في الكرة كما لاحظنا. ونشوف يتأثر مراد مزيان، باين عليه علامات الأثر. لقطة طريفة ومضحكة ما دام اللاعب نتاع الرجاء وحده ضيع الكرة، لاعب السنغالي سالي فنداي ضيع الكرة وقع وحده، شيء طبعا اللي سهل الأمر بالنسبة لدفاع بلدية طهران بقيادة علي بن حليمة. دائما هدف مقابل صفر في الدقائق الأخيرة وإعادة الميدان مع الحارس بركان كراشاي. إذا كان احتفظ فريق مولودية طهران بهذه النتيجة أو عدلها فطبعا نعتبر أن النتيجة إيجابية بالنسبة إليه قبل العودة، قبل مقابلة العودة في وهران إن شاء الله يوم 15 ديسمبر أي الجمعة 15 ديسمبر حسب ما أفادني بذلك مسير فريق مولودية طهران، مدام الجمعة عندنا يوم راحة في الوقت اللي كان منتظر أن المقابلة تجري يوم 17 وهو يوم الأحد، هو يوم أسبوع في طبيعة الحال. عندنا بالجزائر فوسي زيد يدخل في المنطقة، فوسي كان يكون يقذف في الركن، حقيقة خادع الحارس كان يقدر يسجل هدف في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس الصالح. وهنا فوسي خادع الحارس لكن في نفس الوقت خادعنا جميع وقذف بالكرة، لكن لو تأنى ونشوف الإعادة لكان هدف التعادل لصالح مولودية طهران رغم التدخل القوي من المدافع الأيسر خالد. ونشوف كان بكل سهولة فوسي يقدر يسجل لأن الحارس كان ينتظر في التمريرة إلى الزملاء. ما عليش فوسي، على كل حال المقابلة متواصلة ودفاع المولودية المتجمع حاول الآن قيام بهجوم معاكس. مليحة مشري عنده الكرة، مشري دائما يتقدم يراوغ مشري، لكن واش رايح يعمل أمام عدد من المدافعين وكذلك أمام التدخل البدني، لكن مفروض أن الاستعداد بتاع اللاعبين يكون يخليهم ينتظروا في مثل هذه التدخلات. لباح إلى بركان لأن المقابلة ما هي سهلة بطبيعة الحال وهو الشيء المنتظر، ما هو الشيء يعني المفاجئ به. وبلومي حاول باش يزيد يقود ويوجه زملائه. مليحة مليحة التمريرة من بلومي لكن مشري رايح يبحث على المساندة الآن مش ما يمرش ب مليحة وقف كاد الهدف. نعم كاد الهدف لأن القدفة كانت قوية، لكن آيت صالح حارس مرمى الرجاء قائم بدوره وكان بالمرصاد كان ينتظر في الكرة من بلومي. جميع ظن أن الكرة راح توجه لأحد أركان وزوايا الشبكة، لكن الحارس آيت صالح كان في الوضعية المناسبة لإبعاء أو للتصدي وإيقاف هذه الكرة. مليحة اللقطة الآن من مولودية طهران، جميلة حقا وذكاء في إخراج الكرة كما نشاهد بتمريرات قصيرة وبناء عملية هجومية. الآن من مزيان مرادي حاول باش يراوغ، لا يفضل الوجود العربي، لا 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 لو تأنى العربي واحتفظ بكرته وحافظ عليها لحافظ في نفس الوقت على الأسبقية والأفضلية لهذا الحملة اللي أثارت طبعا انتباه طاقم مولودية طهران ووقوف الجميع في هذه اللحظات الأخيرة من المقابلة بعد ما ضيع فريق مولودية طهران حقيقة فرص ثمينة وثمينة جدا في هذه اللحظات الأخيرة من المقابلة. يبقى اللعب مركز في وسط الميدان، فريق الرجاء عنده الكرة عن طريق رقم 3 اللي هو خالد
يتأثر فريق الرجاء حسب ما يبدو من المجهودات اللي بذلوها اللاعبين في الدفاع، مادام فريق مولدية طهران كان أكثر اعتماد على الهجوم، ونشوف كيفاش يتحرك وبهدوء شيئا فشيئا حتى يوصل لمنطقة 18 متر، نظرا لتجمع عناصر فريق الرجاء في حدود منطقة 18 متر للحارس أيد صالح سعيد. من بن يوسف إلى فوسي، فوسي راح وحده باش يكون في انتظار تمريرة، لكن فريق مولدية طهران عن طريق وسط الميدان مع بن يوسف يفضل إيصال الكرة إلى مزيان، مزيان اتجاه فوسي، والدفاع بالنسبة للرجاء مباشرة إلى الحارس أيد صالح سعيد. ثم كرة في الوسط، لكن فريق مولدية طهران شوف كيفاش يفرض التفوق نتاعو في وسط الميدان بكل وضوح ويبعد هذه الكرة، لكن في انتظار الهجوم. وفوسي إلى شريف الوزاني طاهر، طاهر إلى لباح، لباح بن حليمة، تمريرة قصيرة محكمة من لومي اللي يصبح الآن على الجهة اليسرى ويوقف كرة. نعم ذكاء كبير، مخادعة اللاعب بطريقة فنية من بن لومي وتصفيقات الجمهور. وفوسي ثم الحكم السيد بابا بكاري صار يعلن على نهاية المقابلة وفرحة عند عناصر مولدية طهران وكذلك طاقم مولدية طهران التقني والأنصار نتاع الفريق، لأن النتيجة هدف مقابل صفر تعتبر نتيجة إيجابية. نشوف فرحة الإخوة مسؤولين.